كتيرة معانا النهاردة، أهمها طبعا كل ما يخص فريقنا الكبير، فريق النادي الأهلي، الفريق الأول لكرة القدم بالتحديد، وفوز الأمس فوز غاية في الأهمية لعدة أسباب. طبعا أن أنت كنت بتجرب عدد من اللاعبين، بتقف على مستوياتهم من قبل مستر ريني فايلر. الفريق طبعا زي ما حضراتكم عارفين امبارح كسب 4-0 بعد مباراة الذهاب اللي فاز بيها 2-0، فبالتالي مجموع اللقاءين 6-0 للنادي الأهلي. فوز زي ما قلت لحضراتكم كان مهم، ومكاسب عديدة وإيجابيات من هذه المباراة. أبرز هذه الإيجابيات وإحنا بنتكلم مع حضراتكم، أكيد حضراتكم متابعين ومدركين جدا هذه الإيجابيات، بالتحديد فيما يتعلق ببعض اللاعبين زي أليو ديانج. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي دي لقطات من مباراة الأمس وفوز النادي الأهلي 4-0. أليو ديانج في الحقيقة من ضمن اللاعبين اللي قدموا مباراة غاية في الروعة بعد أول مشاركة رسمية كأساسي للنادي الأهلي، خد بعض الدقائق في مباراة اطلع بره لو تفتكروا، وشارك امبارح أساسيا، لكن بصراحة مشاركته كانت إيجابية جدا، بتدل على أمور عديدة، أبرزها أنه هو لاعب بدنيا طبعا ما شاء الله عليه قوي جدا، الباص بتاعه سليم بشكل كبير، كمان بيستخلص الكرات من المنافس بشكل أكثر من رائع، وبالتالي هو حصد نصر المباراة ونجم المباراة بالأمس. ده من ضمن المكاسب. طبعا من ضمن المكاسب الأخرى اللي شايفين الكرة معاه دلوقتي محمود وحيد، مطمنين على المكان ده بشكل كبير جدا. عندنا علي معلول أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، مش في مصر بس ولا في تونس بس، لكن في المقابل لا قدر الله لو في ايقاف مثلا لعلي معلول او في اي امور اخرى، لا قدر الله اصابه ولا بتاع، احنا مطمنين ان احنا عندنا محمود وحيد بعد الاداء المميز، وحاجه تحسب له في الحقيقه. هو لاعب عارف ان العنصر الاساسي في المركز ده في ظل تالقه الكبير هو علي معلول، لكن مع ذلك امبارح ادى مباراه كبيره جدا دفاعيا وهجوميا، وعمل شغل كبير قوي في الحقيقه. فمن ضمن المكاسب طبعا محمود وحيد، بالإضافة طبعا لاستمرار أحمد فتحي في التألق. أحمد فتحي عمل مباراة كبيرة جدا امبارح. أبرز مكاسب الأمس بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لمستر رينيه فايلر بتتمثل في إيه كمان؟ بتتمثل في أن النادي الأهلي وصل للانتصار الرابع على التوالي تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب السويسري. ده معناه إيه؟ معناه أن خلال الأربع مباريات اللي فاتوا النادي الأهلي لعب بتشكيلات مختلفة ومع ذلك بتقدر تفوز. ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان مستر رينيه فايلر قدر ان هو يعمل معادله غايه في الصعوبه، ان هو يكسب وفي نفس الوقت بيقف على مستويات بعض اللاعبين في اربع مباريات مختلفه، في بطولات كمان مختلفه. عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان السوبر كسبت نادي الزمالك مباراه رائعه، وكمان الدوري اول مباراه في بطوله الدوري. فالجميل في القصه كلها يعني ان مستر رينيه فايلر في الاربع ماتشات دول شاف عدد كبير جدا من اللاعبين، تقريبا كل اللاعبين شاركوا فيما عدا صالح جمعه وفيما عدا حسين السيد، بخلاف طبعا المصابين اللي هم على وشك طبعا العوده ان شاء الله والمشاركه خلال الفتره المقبله. اذا بنسبه كبيره تتخطى ال 60% مستر رينيه فايلر قدر ان هو يعرف قدرات اللعيبه في النادي الاهلي ايه، وده علشان المرحله اللي جايه هيستخدمهم ازاي، مين اللي هيكون العنصر رقم واحد بالنسبة له في كل مركز، هيلعب الشكل التكتيكي بتاعه بأنهي شكل يكون مناسب للنادي الأهلي. فكل دي أمور وإجابات عديدة في الحقيقة من مباراة الأمس. عايز أقف شوية عند تصريحات مستر رينيه فايلر بعد المباراة، وتطرق في الحقيقة للعديد من الأمور، وقال ان من اهم الاشياء بعد فوز امبارح ان الفريق خرج او صعد من خلال دور ال 32 بدون ان تهتز شباكه، وكانت شباك نظيفه، وده اللي حصل فعلا في مباراه الذهاب والاياب، وده اكيد شيء مميز جدا. بالمناسبه في الاربع ماتشات اللي مستر رينيه فايلر قدر ان هو يحرز 10 اهداف ويستقبل هدفين بس كانوا من ضربات جزاء لنادي الزمالك في مباراه السوبر، فده مؤشر مميز جدا في الحقيقه. كمان من ضمن تصريحات مستر فايلر انه سعيد بتطور مستوى اللاعبين داخل الفريق سواء دفاعيا او هجوميا، واضح ان الراجل عنده استراتيجيه معينه عايز يلعب بيها دايما مع النادي الاهلي سواء في الشق الهجومي او في الشق الدفاعي. وكمان تطرق قال انه رغم الفوز احنا عندنا بعض السلبيات وحنتعامل على كيفيه تفادي تكرار هذه السلبيات خلال الفتره المقبله. كمان البعض كان سأله في المؤتمر الصحفي على بعض اللاعبين وكل هذه الأمور، وإحنا متعودين دايما هنا في مصر، وبالمناسبة كل مباراة بيلعبها النادي الأهلي
والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، يقول لك ايه في لاعبين مستبعدين، ده طبيعي، النادي الاهلي بيلعب ب 11 لعيب وبيبقى القايمه 18 بتاعت كل مباراه، فطبيعي ان في بعض العناصر تستبعد. المشكله ان الواحد بيلاحظ عند بعض الجماهير على السوشيال ميديا ان هم بيتكلموا يقول لك فلان الفلاني استبعد ليه؟ طب هيلعب امتى؟ طب اصل فلان الفلاني الثاني ده برضه مستبعد هيلعب، يعني يا جماعه ما هو ده طبيعي، ده منطقي. احنا في الاخر بنشجع كيان النادي الاهلي، مش بنشجع لعيب بعينه. فاحنا كلنا في ظهر اختيارات مستر فايلر، المهم بالنسبه لنا ايه؟ ان هو يكسب. فالملاحظه دي بقت بتتكرر كتير في الحقيقه، ان الكل يقعد يعلق ايا كان مين اللي خرج من القايمه هنعلق، تلاقي الناس بتعلق عليه، تقول لك ليه ده استبعد؟ ده مش موجود ليه؟ طب ليه ما جربتش ده؟ طب خلاص الراجل هو المدير الفني، الراجل هو اللي بيشوف اموره ازاي وبيقيم لعيبته خلال التدريبات، فالمفروض ان احنا نسيب له فرصه بشكل كامل علشان يقدر يشتغل بالشكل الانسب يعني طبقا لرؤيته. فهو الراجل كمان تطرق امبارح قال لك ان احنا مش هنعتمد بس على 13 14 لعيب في ضوء المباريات المتعدده والبطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، واعتقد التصريح ده يعني بشانه بيدي فرصه لعدد كبير جدا من اللاعبين ان هم يبذلوا اقصى ما لديهم في التدريبات علشان يقدروا ان هم يشاركوا في المباريات طالما الفرصه متاحه للجميع. وكنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده وقلنا ان مستر فايلر هيقيم اللاعبين من خلال التدريبات بخلاف اي انطباعات اخرى سواء عند الاعلام او عند المدربين السابقين للفريق الاول. هو الراجل حابب جدا ان هو يشوف ويقيم، وده اللي حصل سواء من خلال التدريبات او من خلال الاربع مباريات اللي فاتوا حتى الان. كمان مستر فايلر البعض ساله امبارح في المؤتمر الصحفي مين اللعيبه اللي دخلت قلبك او اللعيبه اللي اقنعتك بشكل كبير لحد دلوقتي، قال مفيش لاعبين مفضلين ليا، الفريق كله فريق كامل واحنا بنشتغل مع جميع اللاعبين. برضو قالوا له ديانج رايك في ايه؟ قال لهم ديانج لاعب مميز، شانه شان جميع اللاعبين بالفريق، فالكل بيبذل مجهودا كبيرا من اجل المشاركه بشكل اساسي، وده الهدف اللي بيسعى ليه مستر فايلر من خلال خلق العديد والعديد من الدوافع للاعبين عشان يلاقي الشكل الفني اللي هو بيتمناه والبدني ايضا من خلال المباريات، وهو في الاخير هو بيختار التشكيل اللي بيلعب بيه. اختتم تصريحاته مستر فايلر امبارح بعد الماتش ان جميع المباريات المقبله قويه وصعبه، وان هو عارف حاجه واحده بس هي ايه؟ ان هو عايز يكسب كل مباراه مع النادي الاهلي، فبالتالي دي عقليه غايه في الروعه في الحقيقه، وده اللي احنا كنا محتاجينه من خلال مدير فني للنادي الاهلي. هل احنا كده بنقيم بنقول الراجل ده اجمد مدير فني في الدنيا؟ لا، احنا ما بنقيمش، التقييم لسه بدري، ولما هيكون في تقييم مش احنا اللي هنقيم، يعني الناس المختصه بالجوانب الفنيه والكلام من ده المحللين طبعا هم اللي يقيموا، لكن البدايه حتى الان يعني كنا نتمناها، لحد اللحظه دي احنا كنا نتمنى هذه البدايه. ارجع شويه فوره تعيين مستر فايلر ما كانش البعض متفائل ان احنا هنكسب بره ارضنا مع كانو سبورت، ايا كان الحجم الفريق، احنا كان في فرق ضعيفه ونتعادل ونخسر منها للاسف خلال السنه اللي فاتت بره مصر، لكن هو كسب. كنا برضو البعض كان قلقان شويه من مباراه الزمالك، وان نادي الزمالك فريق متكامل ومعاه مدرب بقاله خمس ست ماتشات قبل مستر فايلر لاعب مع نادي الزمالك، فقلنا المباراه هتبقى صعبه، لكن قدر مستر فايلر ان هو يفوز. مباراه سموحه مباراه صعبه جدا، فريق رخم، مدرب جيد كابتن حسام حسن، كسبت في بدايه الدوري وكسبت كمان مباراه الاياب بالامس في دور 32 بطوله دوري ابطال افريقيا. اذا البدايه حتى هذه اللحظه طبعا مثاليه ما كناش متوقعينها هتكون بالشكل ده، مش عشان هو مستر فايلر، عشان اي مدير فني جديد هيجي في فتره ضيقه زي دي هيبقى الامور بالنسبه له صعبه ان هو يكسب بشكل متكامل، لكن باذن الله باذن الله نتمنى له الاستمرار على هذا المنوال سواء هو او لعيبه النادي الاهلي اللي الواضح ان هم عندهم دوافع جديده وكبيره جدا، واهم هذه الدوافع طبعا الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ده فيما يتعلق بمباراه الامس. بالمناسبه خلينا نقول لحضراتكم الفرق اللي تاهلت حتى الان لدور ال 16 ودوري المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي تاهل، بترو اتلتيكو الانجولي تاهل، صن داونز الجنوب افريقي، والترجي التونسي، وزيسكو الزامبي، وبلاتينيوم الزيمبابوي، والرجاء البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمه الجزائري. 8 فرق تاهلوا حتى هذه اللحظه، وان شاء الله النهارده في عدد كمان من المباريات عشان يكتمل دور ال 16 بشكل كامل ب 16 فريق باذن الله، وهتقسموا ان شاء الله باذن الله لاربع مجموعات.
ده فيما يتعلق بمباراة الأمس، وألف ألف مليون مبروك لكل جمهور النادي الأهلي. دايما الأهم هو اللي جاي، اللي جاي إيه؟